بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا. عندك الوقت قصير وبغيتي توجدي وجبة غداء سريعة وصحية وكذلك شهيوات في مدة وجيزة، هالفيديو أكيد غادي ينال إعجابك وكيعنيك انتي بالضبط. نمروا للمقادير والطريقة وكذلك كيفاش نستغلوا كل وقت من النهار ديالنا. إذن على بركة الله غادي نبدأ الشغل ديالي. بالنسبة ليا بحكم أنني غادي ندير واحد الوجبة ديال الغداء اللي سريعة، إذا غادي نخليها آخر حاجة، غادي نحيد الحاجة اللي غادي تاخد ليا الوقت وغتاخد ليا اليد. بالنسبة ليا غادي ندير الوجبة ديال الكسكروت، كريسات بلديين وبسبوسات فرديين. بسبوسة راها سريعة وسهلة بحكم أنه الكرس كياخد شوية الوقت باش يخمر جوج خطرات، ألو غادي نسبقه هو الأول. ودائما وحنا كنديروا الشغل ديالنا دائما نذكروا الله ونصليوا على النبي ونكثروا في الاستغفار. ضروري هادشي راه نكونوا على يقين، والاغلبيه اكيد كيعرفوا انه كيعاوننا في الشغل ديالنا وكيدير لنا البركه في الوقت وفي الرزيق وفي الشغل اللي كنديروا. سبحان الله راه كلشي كيسهل الله عز وجل. اذا بالنسبه للقرص انا عندي بزاف الوصفات في قناة، غادي نخلي لكم بعض منهم في صندوق الوصف، الرابط ديالهم في صندوق الوصف. يعني كتخلطوا سواء بالحليب او بعصير الليمون او بالماء، كاين بزاف الوصفات. المهم القرص راه اغلبيه كيخلطوا او لا كيعرف يخلطوا، ما كندلكوش انا كما كتعرفوا، فقط كنخلي القوام ديالو يكون خفيف شويه كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نغطيه هذا القرص ونخليه يخمر ونمر الشهيوة الثانية اللي حتى هي ما كتاخدش الوقت نهائيا وكتجي لذيذة. اذا في كأس ديال الخلط هاد البسبوسة ولا اسهل ولا ألد. غادي نعطيكم مقادير، ولكن المقادير مضبوطة نخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. عندي هنا جوج حبات ديال البيض وغادي ندير كمية من الحليب، تقريبا كاس. المهم غادي نخلي لكم القياسات مضبوطه في صندوق الوصف. كنخلط كل شيء، الزيت الحليب السكر السميده. بالنسبه لي هذه البسبوسه غادي نضيف لها بودره او اللوز مطحون. يمكن لكم تستغنوا على الكميه ديال التلوز وتعوضوه بالسميده، ولكن راه كتجي رائعه بهذا الخليط. صراحه انا شفت واحد الاخت كان دارتها في القناه وجربتها وعجبتني وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. كما شفتوا راني درت السميده ودرت السكر، وكذلك هنايا عندي اللوز خضر طحنته بالقشره ديالو طحنته، وكندير واحد الكميه اللي كذلك غادي نخلي لكم كلشي القياسات مضبوطين في صندوق الوصف. صافي كنخلط كلشي، كنخلي الخميره حتى كنضمن انني خلطت هذا الشيء مزيان، عاد كنضيف الخمارة من بعد. هنا عندي خمارة وحدة، ولكن قبل ما غنضيفها غادي نطحن هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان، باش حتى اللوز الا ما كانش مطحون مزيان غادي يعاود يتطحن مع هاد السوائل. اذا كما كتشوفوا القوام هو هذا. كنضيف واحد الساشية ديال الخميرة من فئة 7 غرام وصافي. كنديرهم في ليمول من بعد ما طبعا نخلط واحد الخلطة خفيفة، وغادي نجيب ليمون. يمكن لكم تفرشوا فيهم هاد القويطه ديال لي مادلين، يعني ولا اسهل. انا فقط ما متوفرينش عندي فقط هاد الجوج، انا غوريتكم. غادي ندهن انا ليمون بالزبده ورشهم بالسميده، ولكن الا عندكم لي قويطات كيكون افضل واسهل. يعني دائما كنفضل في هاد الليمون هادو كندير سواء الكيكه او البسبوسه كنفرش القويطه ديال لي مادلين. اذا انا ديال الكميه اللي تحصلت عليها كندخلها للفران، بينما غادي ندير الشغل الاخر. كما كتشوفوا راه كيجيو رائعين، ما تحتاجوش تنسموهم بشي حاجه اخرى. اذا دخلتهم الفرن بطبيعه الحال، الفران تيكون قبل سخون، كتعرفوا الطياب ديال البسبوسات. كندخلوا البسبوسه وكنديروا العافيه متوسطه. بالنسبه لهنا غادي ندوز معكم الوجبه ديال الغداء اللي كتجي اسهل ما يكون والد ما يكون او لا يمكن. هنايا عندي في الهاشوار، غادي نخلط كلشي في الهاشوار. عندي هنايا كما شفتوا جوج مطيشات وواحد الحبه ديال البصل اللي درتهم من بعد ما نقيتهم طبيعي الحال، ودرت واحد العويدات ديال الكرافس. يمكن لكم تستغناو عليهم، انا فقط حيت متوفرين استعملت الورق وبقاو لي الكرافس، قلت علاش لا ما نستمش بها لاصوص ديالي. اذا كنطحن هاد المقادير مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا.
يعني ساهله هاد الوجبه في ساعه كتوجد. بالنسبه لهاد الوجبه يمكن لكم ديروها في الطاجين او لا المقله. انا صراحه المقله في ساعه كتوجد، حتى الطاجين بطبيعه الحال راه احسن، ولكن حتى في المقله راه كتجي لذيذه وفي ساعه كتوجد يعني سريعه. اذا غادي ندير هاد لاصوص فوق البوطه، وبينما كتسخن غادي نفس الهشوار وبلا ما تحتاج انكم تغسلوه، درت كميه من السردين اللي منقي، من الاحسن تحيدوا له حتى ديك الجلده الفوقانيه. درت واحد ريس ديال الثومه وشويه ديال الربيع، الا عندكم حتى الكرافس ديروه راه كيجي زوين مع الحوت. عصرت شويه ديال الحامض، يعني الشرموله العاديه اللي كنخدموا بها ديال الحوت. فقط الطريقه اللي كتجيني انا صراحه سهله فاش كنخلط في الهشوار. ملي كنبغي ندير توابل الحوت نفسهم كنديرهم في لاصوص، يعني درت الملحه في الحوت وكذلك درته في لاصوص، يعني هكا كتجيني صراحه اسهل باستثناء الكمون اللي كنديرو فقط مع الحوت. كندير البابريكا، الخرقوم، سكنجبير، شويه الابزار، يعني كنحل القرعه مره واحده، كنهز القرعه ديال الابزار كندير منها في هنا وكندير منها كذلك في المقله. اذا كيفما شفتوا انا طحنته مزيان، كطحنوه مزيان، وها هي الحشوه سهله وفي ساعه كتوجد. هاد الوجبه يمكن لكم تعتمدوها حتى نهار اللي كيكون عندكم التخمال او لا الشغل، صراحه راه ساهله وفي ساعه وكتجي لذيذه. اذا كنشكل الكويرات بطبيعه الحال كيبقاو الحجم على حساب نتوما كيف بغيتو. انا هنا راه باقي ما درتش الزيت، يمكن لكم ديروها من الاول، انا ما كنديرهاش دابا حتى الاخر، حتى كنستف الخضيره ديالتي. بالنسبه للخضره يمكن لكم ديروا اللي بغيتو، انا كندير يعني على حسابي الموجود. درت هنايا بطاطا دواور وواحد الحبه ديال اولا جوج حبات ديال قرعه خضراء اولا الكورجيت، وفلفله حمراء حلوه دواور. يمكن لكم ديروا اي خضره بغيتو، طبيعه الحال ما تكونش كتاخذ الوقت بزاف، حنا دائما غرضنا ان الوجبه في ساعه توجد. كندير واحد الطريقه ديال الملحه والسكنجبير من الفوق، اللي عنده الفلفله ولا اللي كيحب الفلفله يمكن له الفلفله حرام طبيعه الحال يدير واحد الفليفله من الفوق. درت هنا فقط الربيع باش ينسم، وخويط ديال زيت العود اولا خويطات هما بحكم اني ما درتش الزيت في لاصوص من الاول، وكنسد عليها ونخليها تطيب. فهاد الاثناء كما كتشوفوا راني خمرت ليا القرص، البسبوسه راه باقي كطيب. غادي نقرص القرص نقرص القرص بطبيعه الحال، الحجم كيبقى على حسابي كل واحد كيبغاه كبير اولا صغير. انت نطرقهم، وهي الطريقه راها معتمده وكلشي كيعرف تبارك الله، كلشي ما شاء الله العيالات حادقين. كنطرقهم وكان اللي بغاهم يجيبهم بغلاضين، يعني فيهم البابا بزاف، يمكن اللي بلا ما يطرقهم يخليهم كيف ما هما. صافي من بعد ما طرقتهم كندير صفارة البيض وشويه ديال قطرات الخل، يمكن لكم ديروا حتى قهوه سريعه الذوبان اللي بغى. دزت فقط شويه ديال الحليب وكنخلط وكندهنوا وكتزينوا باش ما بغيتوا. مهم القرص راه اغلبيه عارف، وغادي نخلي لكم ان شاء الله كما سبق لي ذكرت الروابط ديالو في صندوق الوصف. مهم اننا دائما كنديروا بروغرام اننا شنو غادي نطيبوا هذا النهار، باش الحاجه اللي عرفتوها كتاخذ لكم الوقت كتسبقوها هي الاول طبيعه الحال، باش كتهناو هكا وكتستغلوا ما تبقى من النهار ديالكم. نتمنى انه الفكره توصل، يعني الفكره اهم من الوصفات، لان الوصفات تبارك الله اغلبيه كيعرفهم. صافي كنخليهم يخمروا وكندخلهم الفرن. من بعد البسبوسه راه هي هذه زينتها، دهنتها بشويه ديال الكوفيتير من الفوق، وزينتها ب عندي تمايا الكوك محمر الكوك ما محمرش، هادشي اللي عندي في الدار. اللي عنده الكاوكاو مهرمش اولا اللوز مهرمش يزينها به، كيجيو رائعين خطيرين، حتى في الحجم العائلي كيجيو زوينين، يعني ما تحتاجوا انكم تسقيوهم. كملاحظه هادي ما كتسقاش، فقط كطيبوهم وكتزوقوا وكتحطوا، راه كتجي رائعه وسهله كيف ما شفتوا من الوصفات اللي يمكن لكم تعتمدوها يعني في الوجبات السريعه ديال الكوتي. وكذلك القرص ديالنا كما كتشوفوا ملي كيطيب راه كيجي محمر وخفيف رائع في المذاق. يمكن لكم تنسموه باش ما بغيتوا، بالزرارع، بالليمون، بمزهر، الفاني،
تبارك الله المطبخ المغربي مليء بالنكهات، فقط الإنسان يحاول أنه يعرف كيفاش يوالم النكهات مع بعضياتها. ودائما الأذكار والاستغفار، أوصيكم وأوصي نفسي قبلكم بكثرة الاستغفار والأذكار والصلاة على النبي. ونتمنى أن هذا الفيديو يلقى إعجابكم، ودمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه.